كيف نخشع في الصلاة؟ الصلاة والسلام على رسول الله. الخشوع في الصلاة يكون بأن يعني كما ذكرنا قبل ذلك بأن تتأمل فيما تقرأ بأنك تقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، وهناك شيطان يأتي للإنسان يوسوس له خنزب أو خنزب. فالنبي عليه الصلاة والسلام علمنا أن نستعذ بالله منه وندفل عن يسارنا ثلاث مرات، فهي تفعل ذلك وتحاول يعني أن تركز فيما تقرأ. نعم شيخ كريم، صلى الله أن يرزقنا الخشوع في الصلاة. اللهم